وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من واشنطن رئيس المركز الوطني للبحوث والدراسات السيد كامل الحساني. سيد كامل، مرحبا بك معنا. موقف غريب من ترامب عندما قال أن إيران قد تكون أسقطت هذه الطائرة المسيرة عن طريق الخطأ، بينما في تصريح آخر يفيد أنه لم يشأ أن يقصف مواقع إيرانية تسفر عن سقوط 150 قتيلا. كيف يمكن قراءة هذه التصريحات في ضوء استهداف إيران لهذه الطائرة المسيرة وهو أمر مهم وخطير؟ يعني ليس خافيا على أحد أنه الإدارة الأمريكية مترددة جدا بسبب المزاج الرسمي والشعبي ضد الحرب، والقيادة الأمريكية لا تريد أن تقحم نفسها بموضوع الحرب مع إيران في الظروف الحالية. وباعتقادي شخصية أعتقد الحرب ضد إيران الآن أو استهداف إيران يحتاج إلى تهيئة وتعبئة غير كاملة لحد الآن، وتحتاج إلى شجاعة، لا أقول إلى معجزة وإنما شجاعة، ولحد الآن غير متوفرة الشجاعة الكافية في الإدارة الأمريكية لأنه تضرب إيران. ما المقصود بالشجاعة؟ هل أمريكا لا تمتلك شجاعة كافية لمواجهة إيران أم أن هناك حسابات أخرى؟ لا نعم، هي الشجاعة متكونة من حسابات تشجعها على أنه تباشر بالضربة. لحد الآن لا توجد شجاعة، خاصة مع الرعب اللي تعيشه الإدارة الأمريكية وحزبياً من موضوع تركيا بالعراق والخراب والإجرام اللي مستفيدة منه إيران والقوى الشر الأخرى روسيا والصين وغيرها من الدول الإجرامية. هذا القصد، ولهذا فإن الإدارة الأمريكية والرئيس الأمريكي لا يمتلك الشجاعة الآن، خاصة وأن التعبئة غير كاملة لا عسكريا ولا شعبيا ولا دوليا ضد الضربة الإيرانية. نعم، من جهة أخرى كيف يمكن تفسير النبرة الإيرانية القوية في تصريحاتها واعترافها بأنها أسقطت الطائرة؟ من أين تمتلك إيران هذه القوة في التصريحات بهذا الشكل؟ يعني إيران مستفيدة من التردد الأمريكي، بالإضافة إلى أن إيران صنعت لها انتصارات. إيران تغلغلت في المشروع العراقي أيام التغيير وأفشلته ونجحت، وبعدين انتقلت إلى سوريا وحافظت على نظام الأسد، وانتقلت إلى اليمن، وحتى انتقلت إلى أفغانستان، والآن أجبرت الأمريكان يجلسون مع منظمة إرهابية مثل منظمة طالبان. هذا كله تسجل لإيران، والآن إيران عدم الشجاعة الكافية لأن تصمد أمام الضغوطات الأمريكية بسبب أسلوبها بعدم صنع مواجهة عسكرية مباشرة بين دولتين مثل ما حصل ويا العراق، والجيش العراقي استطاع أن ينتصر لأنه كان هناك جبهة معروفة ومحددة رغم ضعف الإمكانيات العراقية ورغم مظالم الجيش العراقي أيام الثورة، استطاع أن ينتصر عليها. لكن إيران لا تستخدم قتالاتها وحشراتها الإجرامية وتدخل بالمجتمعات وتقوض أنظمة المجتمعات وتصنع هذه الانتصارات الإجرامية الموجودة في المنطقة. فأمريكا كقوة عظمى وتمتلك قوات مسلحة حرفية مثل أي دولة لا تستطيع أن تواجه عصابات هنا وهناك محلية أو مدعومة من إيران أو إلى آخره. الهند أرسلت سفينتين حربيتين لخليج عمان والخليج العربي لحماية سفنها. هل تذهب الهند فعلا لحماية سفن دون التنسيق مع أمريكا؟ يعني باعتقادي أنه الأمريكان يرحبون بأي تطور من دول المستفيدة من الخليج بأن تشترك لحماية النقل المائي تخفف عليها من الصدام مع إيران، وتقوي موقفها بالمجلس الأمن الدولي لإصدار قرار يدعم ويضمن المرور الآمن للسفن بمياه الخليج. هذا هو المتصور.
شكرا لك سيد كامل حساني، كنت معنا من واشنطن رئيس المركز الوطني للبحوث والدراسات.